اللهم يا ربنا، كما كرمت مصر في كتابك الكريم وأجريت على لسان سيدنا يوسف فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فاللهم اجعلها بلد الأمن والأمان، واجعلها بلد الخير والإيمان إلى يوم الدين، اللهم آمين. هو صحابي كريم يكفيه شرفا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من اختار اسمه، بل وقربه إلى مجلسه النبوي الكريم، حتى سمع وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الأحاديث النبوية. جاء إلى مصر مع أبيه مع الفتح العربي الإسلامي لهذه البلاد، وأسس مدرسة علمية كبيرة وشهيرة كان لها أكبر الأثر في دخول الكثير من الناس إلى الدين الإسلامي. اليوم نتوقف مع الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر أرض الصالحين. عبد الله بن عمرو بن العاص العابد، لزم عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته فتلقى عنه الأحاديث النبوية، وكان يكتبها في صحيفة له سماها بالصحيفة الصادقة، وأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدون كل ما سمعه من أحاديث في هذه الصحيفة. حفظ عبد الله بن عمرو القرآن كله، وتعلم اللغة السريانية وقرأ بها الكتاب المقدس، علم من الحديث الكثير، وجعله هذا غزير العلم، وكان أيضا عابدا من عباد الله سبحانه وتعالى القلائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أهلا بحضراتكم، اليوم هنتحدث مع فضيلة الدكتور عن شخصية من الصحابة الكرام. هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، له الكثير بكل تأكيد ما يقال وما يسرد في شخصيته الكريمة. بداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي كمه. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مرحبا. فالدكتور، أبدأ مع حضرتك مع هذا الصحابي الجليل من اختيار الاسم والبركة والشرف الكبير الذي ناله. سمعنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار له اسم عبد الله، هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثلاثة دخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ فقال له: العاص ابن الحارس، وهو الذي يروي هذا الحديث. طيب ماشي، العاص اسم مشهور ومنتشر في قريش وكذا إلى آخره. فقال لابن عمرو بن العاص: وما اسمك؟ قال: العاص. يبقى العاص ابن عمرو بن العاص. فالتفت إلى ابن عمر بن الخطاب فقال له: وما اسمك؟ فقال: العاص. ابن عمر صغير كده، سن 15 سنة، ولكن عبد الله بن عمرو أكبر منه، وكان أسلم قبل أبوه. أبوه أسلم سنة 8. ده سيدنا عمرو. هو بقى أسلم قبليه. قال لهم: أنتم عبيد الله. أدي بقى تغيير الاسم جه من هنا.
عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عمرو الحارث وعبد الله ابن عمرو. فقال لهم ايه؟ انتم عبيد الله، يعني بلاش حكايه عاصي دي. زي سيدنا الحسين، انا اسف للمقاطعه، لما سيدنا علي كان عايز يسميه حرب ولكن قال له لا خليه اسمه الحسين. الحسين فهنا الحاجات دي انا مره تتبعت وانا في شبابي الاسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعت حوالي 30 واحد، 30 اسم. فالمتتبع لها، ورحت مسمي الفصل اللي انا كتبتها ساعتها السامي فيما غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاسامي. الله جميل. بس ضاعت مني بعد كده يعني، لا بس نلاقيهم ان شاء الله. ولا عندي 18 19 سنه كده الفت الكتاب بتاع السامي فيما غيره رسول الله. حضرتك الفته سنه حضرتك 18 سنه تقريبا، 18 او 19 سنه. دي عايزه حلقه دي عايزه. فالمهم الحاصل ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو كان اسمه العاص ثم غيره رسول الله الى عبد الله، تميز بميزتين كبيرتين. هو مات كبير سنه 63 وهو فوق ال 80، والراجح برضو ناس تختلف وناس تقول وناس تجي ان هو قبره اللي هو في عند سيدنا عمرو في الجامع، في الجامع هناك على ايدك اليسار كده اهو في جهه الشرق. لكن تميز بعده مميزات، انه صاحب همه، دي اول المزيه بتاعته في الدنيا ام في الدين ولا في الاثنين؟ في كله، في كله، في كله. صاحب همه عاليه. نمرة اتنين أنه محب للعلم من بدايته لنهايته، يقول لك من الألف للياء، محب للعلم في المنهجية ومحب للعلم في ذاته ومحب للعلم في فروعه وجزئياته. نمرة تلاتة أنه عابد، مش أنه هو صاحب همة والهمة دي تفيد في النشاط، لكن عابد. التلاتة دول كان هو أستاذ في إدخالهم إلى المصريين. يقال إن روى أكثر من 700 حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان صغيرا وكان يسمع الأحاديث وكان مقرب من سيدنا النبي في مجلس. ليس هذا فقط، بل لأنه اهتم بالتوثيق. واخد بالك، اهتم بالمنهجية، اهتم بالتوثيق، فكان يكتب. فكان أبو هريرة، ناس كتير يقول لك كان، إلا أن عبد الله كان أروى مني لأنه كان يكتب ولا أكتب. بيعرف يقرأ ويكتب، فبالتالي كان أولا بيوصف. بيعرف يقرأ ويكتب. ثانيا كون انه يخطر في باله ان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي حاجة مش شيعة قوي. ثالثا راح سأل سيدنا رسول الله اكتب عنك في الغضب وفي الرضا؟ قال اكتب فاني لا اقول الا حق. فبدأ يكتب، فكتب ما يسمى بعد ذلك بالصحيفة الصادقة. والصحيفة الصادقة دي يرويها عنه وهب بن منبه وهكذا، فيرويها عنه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. الصحيفة دي تقريبا 22 حديث منها في البخاري والباقي موجود في المسند أحمد، فكلها محفوظة. وهو لما تتبعه بقى في رواياته كلها تأتي لحوالي 700. ثم كان يعلم السريانية، اللغة السريانية القديمة. فاللغة السريانية دي كتب بها الأناجيل، كتب بها التوراة، وكتب بها حاجات زي كده. فكان يقرأ الكتاب المقدس بالسريانية. بيقرأ الكتاب المقدس ليه؟ منهجية، بحثا عن تفسير قصص القرآن. القرآن جاب قصص، القصص دي في ليها جذور
موجودة في الكتاب المقدس، وانا عايز اشوف اتقال ايه هناك علشان افهم الشخصية او الحديثة الكلمة دي او الآية دي او العبارة دي او القصة دي عندي هنا. فده عالم ده وبيتعلم لغات وكاتب وقارئ، وانت واخد بالك مختلف خالص عن شخصية سيدنا عمرو بن العاص تماما، السياسي العبقري الذكي، ولذلك اختلف معاه لما جه في الصفين يحاربوا سيدنا علي، اختلف معاه قال له لما ديش دعوه بالكلام ده او اقاتل المسلمين يبقى في ورع اهي اللي هو العبادة اللي جاي من العبادة، اختلف معاه في كل المواقف، حتى انه لما كان يضطر الى انه هو يقف معاه في معركة يحمل الراية ولا يقاتل، قال والله لا ضربت بسيف ولا رميت بنبل او اقاتل المسلمين. فده راجل من الورع بمكان، بحيث انه طبعا مش عايز يغضب ابوه، ولكن في نفس الوقت هو صاحب ورع وصاحب علم وصاحب تقوى وصاحب همة وصاحب مدرسة في العبادة، تربية نبوية حقا، يعني تربية نبوية صحيح. طيب استأذن فضلتك نستكمل السيرة العاطرة لسيدنا عبد الله بن عمرو، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله ارجوكم خليكم معنا. قبل دخولك لساحة الجامع العتيق مسجد عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط القديمة لتلقي السلام على مقام ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، عليك أن تمر بالكثير من المشاهد التي ستحفر في ذاكرتك دون إرادتك. وبمجرد انتهائك من إتمام زيارتك لا تحرم نفسك من المرور ببحيرة عين الصيرة لتستمتع بجمالها وتقضي ساعة العصاري على صوت مياهها، بعد أن عادت لطبيعتها من جديد وأصبحت من أهم معالم مدينة الفسطاط. اهلا بحضراتكم مره اخرى. فضيله الدكتور، ممكن المشاهد الكريم يقول طيب هذه الشخصيه الجميله سيدنا عمرو، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هو بطل الواقعه الشهيره بتاعه التعدي على القبطي واللي بعد كده اقتص ليه سيدنا عمر بن الخطاب. لا ده اخوه. عشان الناس ممكن تخلط الامر، فارجوك التوضيح. ما هو عمرو ليه ولاد كتير، فكان واحد من اولاد عمرو. عبد الله حينئذ كبير، ما يعملش كده، ما يروحش يجري ويعمل وهكذا. عبد الله بتاع عبادة. عبد الله لما أبوه جوزه زي عادة الكبار لما عايزين يطمئنوا على الشباب اللي اتجوز مش عارف ايه، فراح عمرو دخل على مرات ابنه، انها ايه الاخبار كده، يعني زي ما المصريين يعملوا كده. فقالت له لا ده راجل تقي جدا، يعني يقوم الليل ويصوم النهار، يعني ايه، كانهم ما دخلوش، هم دخلوا في الظاهر وحصل الزفاف وكده، لكن ما حصلتش يعني اتصال بينه. فشكاه الى النبي، يعني ايه، هو رمي طوبته. ده بتاع ربنا، مش بفكرش في الدنيا بقى، في الدنيا مش مشغول بأمور النساء والكلام ده. فالنبي عليه السلام قال له تعالى. هو انت بتقوم الليل؟ قال له نعم. قال له بتصوم النهار؟ قال له طبعا. طبعا. قال له طب الا اني اقوم وانام واتزوج النساء واصوم وافطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. فيش ربنا بقى هنا.
الوسطية إنه الحقيقة إن هذا الدين متين، فأوجل فيه برفق إنه إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لكن لما تشتغل على طول على طول على طول كده حتى في العبادة فإن الله لا يمل حتى تملوا، فعلمنا تملي الإيه الرفق في كل شيء حتى في العبادة، والوسط في كل شيء حتى في العبادة. فهو كان صاحب همة، فبيقول له كم تصوم؟ قال له أصوم الظهر. قال له صوم الظهر إزاي يعني؟ صوم يوما في الأسبوع. قال له بقوة يا رسول. شوف 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 أدي الهمة. طب صوم يومين الخميس الاثنين والخميس. قال له لا بي قوة. طب صوم ثلاث أيام لا بي قوة، لغاية ما وصل معاه إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما. فراح النبي أعطاه له كده وأثرت فيه وفي نفسيته لحياته، وقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صم يوما وأفطر يوما، وإني أخاف أن يمد الله في عمرك فلا تستطيع. فكان لما يكبر كبر فوق الثمانين يقول يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان اليوم الحر يجي ويعطش ولكن مش راضي يفطر. ليه؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قال. إيه الهمة دي؟ طيب هل شارك بالفعل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في حكم مصر مع أبوه؟ هل كان لرجاحة عقله وتفكيره الراقي والعلمه، هل كان يعني سيدنا عمرو بيشركه في أمور الحكم والولاية في مصر؟ بالاستشارة وليست بالسلطة. يعني هو لم يوليه سلطة يتولاها وكذا إلى آخره، إنما هو كان يستشيره ويجلس معاه في المجالس مستشار، بحيث انه يقول له بقى ما هو اصله في حاجه الى فقيه. سيدنا عمر رفض ان سيدنا علي يخرج من المدينه من اجل المعنى ده. قال له هتروح فين؟ قال له هروح العراق في الكوفه. قال له لا وتسيبني لوحدي؟ طب افرض نزلت موت لا هم وعايزين نتشاور مع بعض. ده انت هنا الاستشاره دي مهمة للغاية، فراح حبسه في المدينة انه لازم يكون جنبه. يقال انه حكم شهرين بعد وفاة والده سيدنا عمرو بن العاص مصر، هل ده حقيقي؟ دي عملية بتيجي ازاي؟ بتيجي عارف احنا عندنا في الدستور يقول لك لو حصل خلو بتاع ام رئيس مجلس النواب هو اللي يمسك البلاد، دي عملية كده بالظبط. فالشهرين دول دي عبارة عن ايه؟ طيب مين الكبير اللي هنا؟ فبنقول رئيس المحكمة الدستورية العليا او نقول رئيس مجلس النواب. طب افرض مجلس النواب مش موجود يبقى الدستورية العليا. في تراتيب لعدم انفراط البلاد كفترة انتقالية، فنقدر نقول يعني فترة كان انتقالية. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فترة انتقالية شهرين لشهرين دول بس علشان عدم خلو الامر من السلطه. طب كان موقفه ايه مولانا؟ انا كل يعني حقيقه فضول اعرف وما لقيتش ليها مرجعيه، كان ايه موقفه مثلا من حصار سيدنا عثمان اللي كان فيه بعض الصحابه اللي كانوا موجودين في مصر كانوا واخدين ضد موقف ضد سيدنا عثمان، وحتى سيدنا عمرو بن العاص برضه كان ليه موقف ما في مقتل سيدنا عثمان. هو ما تولاش مع عثمان في حاجه، يعني مقتل سيدنا عثمان كان من جماعة هنا قرية اسمها خربتها في البحيرة. راحوا من أهل خربتها دول علشان يروحوا هناك. احنا مش عارفين مين اللي قتل عثمان، لكن كانت فيه هيصة حوالين البيت بتاعه، وسيدنا علي عين الحسن والحسين عشان يحموه. مظبوط. ولكن لفوا من الناحية التانية وقتلوه وهو يقرأ المصحف. مين اللي قتلوا دول؟ محدش شاف، محدش عرف مين بالظبط اللي قتل عثمان. لكن على كل حال هي متهم بها المصريون للأسف في هذا التحرك. حينئذ والي مصر هو اللي كان من عند عثمان اللي هو عبد الله بن أبي صرح.
فعبد الله بن ابي صرح مش عبد الله بن عمر هو اللي كان كده. اما موقفه من مقتل عثمان اصلا فطبعا كل المسلمين وكل الصحابه كانوا منكرين هذا المقتل وانه مات شهيدا وانه مات يعني مرضيا عنه من عند الله كل المسلمين. ما تميز عبد الله بن عمرو بانه يرفض او انه هو يعمل واي حاجه يعني روايات ولا كذا، لا ده هو مع المسلمين تماما في هذه النقطه. طيب اخيرا ماذا يقول فضيله الدكتور علي جمعه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني اللي جاء الى مصر وعاش في مصر وتوفي ايضا ودفن في 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 مصر، ماذا تقول عنه اخيرا؟ بقول انا بحبك لانه عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، لانه كان عالما، لانه كان عابدا قلبه معلق بالله، ولانه كان صاحب همه، ولانه ادرك المنهج. ده ليه روايات كثيره مع كعب الاحبار ومع في مناقشاتي، لانه كان عارف السريانيه، شخص كده تحس انه قريب الى القلب في علمه في تقواه في عبادته وفي حياته وفي همته. فرضي الله تعالى عنه وارضاه، ورضي الله عنهما وارضاهما. اللهم امين. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضرتكم. الى اللقاء. إذا غاب عنا غائب عزيز علينا وأردنا أن يرجع وأن يعيده الله إلينا، فلنقل: يا من رددت يوسف على يعقوب، ويا من كشفت ضر أيوب، ويا من رفعت عيسى ابن مريم ونجيته من أعدائه، يا مجيب نداء يونس في الظلمات في بطن الحوت، يا من اصطفى موسى بكلامه، يا من غفر لآدم خطيئته، يا من رفع إدريس برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليما واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا، يا من آتى لقمان الحكمة ومن وهب سليمان ملكا ومن تجاوز عن المذنبين، اللهم رد علي الغائب ورد علي ضالتي فإنه مجرب.